مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وقراءة في مشهد جديد. أكد السفير الأمريكي إلى إسرائيل رفض الولايات المتحدة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه الخطوة من شأنها أن تخفف من حدة الغضب العربي والإسلامي لاقتحام وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى المبارك. الحقيقة أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل أكد أن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية وفي القدس والتوصل إلى حل الدولتين، وأيضا شدد على الحفاظ على أمن إسرائيل. للقراءة في هذا المشهد يسعدنا أن يكون معنا الكاتب الصحفي الأستاذ وليد الرمالي. مرحبا بحضرتك أستاذ وليد. اسمح لنا متابعة المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير، ثم نبدأ في التقليب في هذا الملف والقراءة فيه مع الأستاذ وليد الرمال. ابقوا معنا. على الرغم من استمرار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس رفض الولايات المتحدة للتوسع الاستيطاني وعمليات الضم التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على الوضع القائم في القدس والتوصل إلى حل إقامة دولتين، مشددا في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على أمن إسرائيل. وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنها تعارض أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، معربا عن رفضها أيضا قيام وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى. وفي سياق متصل، صادقت الهيئة العامة للكنيسة على تمديد سريان أنظمة طوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والمعروف بتسمية قانون الأبرتهايد. من جهتها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية بعدوانها تستخف بمواقف الدول وقرارات الشرعية الدولية وتختبر بإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية مصداقية ومدى جدية الدول التي تعلن تمسكها بحل الدولتين ودفاعها عن مبادئ حقوق الإنسان. وأشارت الوزارة إلى انتهاكات سلطات الاحتلال واعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي. مشاهدينا، لكم التحية مجددا ولضيفي في هذه الحلقة من المشهد الأستاذ وليد الرمالي الكاتب الصحفي. بأجدد لحضرتك التحية أستاذ وليد. أستاذ وليد، بداية، كيف ترى تصريحات السفير الأمريكي التي أدلى بها في مقابلة تلفزيونية مع قناة الحرة حول رفض الولايات المتحدة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي ودلالة التوقيت لهذا التصريح؟ هو رفض الولايات المتحدة اللي جاء على لسان السفير الأمريكي في إسرائيل يعني كلام لا يغني ولا يشمن من جوع. فسر الماء بعد الجهد العسيري بأنه الماء. أنا شايف أن قرار المجلس الأمن في الأمم المتحدة في 2016 بإدانة بناء المستوطنات، هذا القرار التي لم تعترض عليه الولايات المتحدة بالفيتو، هو القرار التاريخي حتى الآن. نعم. إنما تصريح من شخصية غير قوية زي السفير الأمريكي في إسرائيل، طب على أرض الواقع إيه الواضح؟ على أرض الواقع أن بنيامين نتنياهو على رأس هذه الحكومة المتطرفة شدد أكثر من مرة آخرها منذ عدة أيام على أن إسرائيل بناء المستوطنات بالنسبة لها هو أولوية قصوى. عندنا شفنا بن غفير وزير الأمن القومي في إسرائيل زار اقتحم باحات المسجد الأقصى وسط حراسة من الشباك ومن مئات القوات من قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ومصرين إصرار غير عادي على تغيير الخريطة الزمنية والمكانية للمسجد الأقصى. يعني على أرض الواقع هذا التصريح ممكن يكون تصريح للتهدئة،
ممكن يكون تصريح بهدف ان الدول العربيه التي تطمع الولايات المتحده في ان تقف بجوارها في الحرب الروسيه الاوكرانيه يعني تستقطبها قليلا. الولايات المتحده لا تريد ان تصطدم صداما مباشرا كما اعتادت يعني في عهد ترامب ايد بقوه المستوطنات. موضوع المستوطنات ده متارجح منذ فتره طويله، في عهد الرئيس جيمي كارتر رفض بناء المستوطنات. احنا هنتحدث عن هذا الامر، ولكن اسمح لي استاذ وليد، احنا قبل ان نتطرق الى تسلسل الولايات المتحده وتذبذب المواقف الامريكيه بشان المستوطنات الاسرائيليه في الاراضي الفلسطينيه المحتله، اود من حضرتك النظر الى الموضوع في سياق التصويت في الجمعيه العامه للامم المتحده يوم الجمعه الماضي بشان تحويل امر المستوطنات وتبعات الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه الى محكمه العدل الدوليه. هذا القرار تم التصويت عليه في الجمعيه العامه يوم الجمعه الماضي، هل بترى هناك علاقه ما بين تصريحات السفير الامريكي لدى اسرائيل وهذا التصويت؟ لا، عشان بس اقول لك انا وجهه نظري اللي انا مقتنع بيها، انا مقتنع بان المستوطنات الحكومة الإسرائيلية تبنيها ومستمرة في بنائها ومستمرة في التوسع فيها بهدف استقطاب 200 ألف يهودي أوكراني، زي ما قبل كده في وقت سقوط الاتحاد السوفيتي إسرائيل استقطبت 1,000,000 يهودي روسي. فإسرائيل بتتوسع في بناء المستوطنات، وده عامل حالة صعبة جدا في الأراضي الفلسطينية وفي عموم الوطن العربي والدول الإسلامية. فالولايات المتحدة بتحاول أنها تغازل الدول العربية والإسلامية وخاصة والدولة الفلسطينية، لكن في نفس الوقت لم نسمع قرارا واضحا أو استنكارا واضحا لبناء المستوطنات، بدليل أن المستوطنات ما زالت تبنى وما زال استقطاب اليهود الأوكران حتى الآن، بل أن كان المفروض أن يتم استقطاب 5,000 يهودي أوكراني في رحلات جوية كل أسبوع. لا، وزير المستوطنات قال أن لا، سيتم استقطابهم كل عدة استخدامهم كل عدة أيام. يعني فموضوع محكمة العدل وموضوع القرارات اللي خارجة، أنا بقول لك أقوى قرار في خلال الفترة السابقة هو القرار الصادر من مجلس الأمن في 2016. في خلال هذا سمعنا أكثر من قرار لكنها قرارات غير ملزمة، وبالتالي لأنها قرارات غير ملزمة فتسمع التصريح على لسان شخصية غير قوية. يعني السفير الأمريكي في إسرائيل بيقول إحنا بلغنا أكثر من مرة إسرائيل بأن إحنا نرفض بناء المستوطنات. طب إيه اللي اتعمل على أرض الواقع؟ اللي اتعمل على أرض الواقع الولايات المتحدة وقفت الدعم للاجئين للأونروا، الولايات المتحدة لم تمنع الدعم عن إسرائيل، لم يتم إدانة إن إسرائيل بتستقطب اليهود الأوكران، بتسعى لأن تاخد 200,000 كلهم أو 100,000 أو 50,000، ما فيش حد أدان ذلك. فبالتالي المجتمع الدولي ما زال وعلى رأس الولايات المتحدة والولايات المتحدة تحديدا لا يوجد رفض واضح أو قرار واضح بوقف بناء المستوطنات، لكن قصة إدانة بناء المستوطنات دي لن تؤدي إلى شيء. وبرضو لما تيجي تبصي على 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 أرض الواقع هتلاقي إن مثلا لو جينا نبص بن غفير اقتحم باحات المسجد الأقصى، طبعا كان في كذا اقتحام قبل كده، بس لو جيت تبصي لما شارون اقتحم باحات المسجد الأقصى قامت انتفاضة فلسطينية قعدت 5 سنوات. طب لما بن غفير اقتحم المسجد الأقصى مجموعة من الإدانات والاستنكارات لا تؤدي إلى شيء. فهو الوضع عموما في المجتمع الدولي أو وضع الإدانة أو وضع المواقف حتى داخل السلطة الفلسطينية هو نفسه يمر بمرحلة مرحلة غريبة، كما يمر المجتمع الدولي كله بنفس هذه المرحلة. حضرتك لو شفتي على الخريطة، يعني حضرتك قصد حضرتك ان اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى لم يثر حفيظة المجتمع الإسلامي كما كان الأمر من قبل؟ ده احنا قبل ما نتكلم عن المجتمع الإسلامي، المجتمع الإسلامي هيصدر بيانات إدانة وشجب واستنكار، والدول العربية كلها بلا استثناء هو ده اللي في إيديهم. لكن احنا بنتكلم على ان المجتمع الفلسطيني، المجتمع الفلسطيني نفسه، هذا المجتمع الذي صار لمده 5 سنوات في الانتفاضه الثانيه ضد شارون لم يتحرك الا باكثر من الادانه والاستنكار، بل ان ردود المجتمع الفلسطيني على حرب غزه الرابعه اللي لسه كانت حاصله في مايو العام الماضي كانت اقوى من ردود على اقتحام باحات المسجد الاقصى. يعني مجموعه من المبارزات الكلاميه حدثت. فأنا أعتقد أن تصريح السفير الإسرائيلي ممكن يكون للتهدئة في هذه الظروف، لأن الولايات المتحدة لا تريد موقف يعني ضد من الدول العربية المنتجة للبترول، لا تريد موقف ضد من الدول العربية أو الدول الإسلامية، لا تحتاج إلى إصالة الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن بسبب ظروف الحرب الروسية الأوكرانية. لكن قصة اجتماع
محكمه العدل الدوليه وان في قرار، القرار اصلا ما هو كان في قرار قريب برضه بادانات، ولم هذه القرارات كلها قرارات غير ملزمه، ولا اعتقد انها تحرك على ارض الواقع اي شيء. البعض يقول من المحللين ان اذا صدر قرار من محكمه العدل الدوليه بهذا الشان سوف يتم اعتبار التبعات الناجمه عن الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه هي من قبيل جرائم الحرب والجرائم ضد الانسان. اقول لحضرتك على حاجه، المحللين دول موجودين في قناه الحره بس الامريكيه، عشان بس نبقى واضحين، مفيش محلل يتكلم كلام منصف يقول الكلام ده، لانك انت لو بصيتي على الخريطه بكل بساطه مش هنتكلم احنا ايه المطلوب دلوقتي، ان احنا نعمل دوله فلسطينيه على حدود ما قبل 67 اللي هي الضفه الغربيه وغزه، طب غزه هم سايبينها، يبقى المشكله فين والاستيطان فين؟ في الضفه الغربيه. هات الخريطه في 67 وامشي بيها مثلا 97 2007 2016 2022 2023، خلينا نقول 2022. 2022 هي السنه الأسوأ للشعب الفلسطيني في بناء المستوطنات، ما بنتكلمش حتى على المستوطنات اللي في الضفه، لو جبت شفت الخريطه كده هتلاقي المستوطنه مثلا نقطه زرقاء والضفه الغربيه اللي فيها فلسطينيين الاصفر، المستوطنات موجوده ومنتشره في كل انحاء الضفه الغربيه، طب ايه الهدف من ذلك؟ الهدف من ذلك هو افشال حل الدولتين، افشال الوصول الى سلام، عايزين تعملوا سلام، عايزين تتفقوا على حل الدولتين، نتفق على ارض الواقع، فعلى ارض الواقع المستوطنات موجوده بكثافه، مستوطنات يتم ايجاد الدعم لها ويتم بنائها ويتم تجديدها ويتم، مش المستوطنه بس اللي بتتبني، لا ده بيتخذ لها، المستوطنات دي بدات بفكره حاجه كده زي تجمعات قرويه، تطورت الى انها اصبحت فيها مدن وصلت ل 55,000 نسمه ساكنين من اليهود، تطورت لانها بقت موجوده في كل انحاء الضفه الغربيه، بل ان القدس الشرقيه موجود فيها المستوطنين حوالي 200,000 وزياده، طب المستوطنين اللي موجودين في عموم الضفه الغربيه اكثر من 700,000، ده كله بيضعف الوضع الفلسطيني وبيضعف قصه حل الدولتين، بل ان في تصريح بقى اتقال من رئيس الوزراء الفلسطيني قال ان اذا استمر استخدام اليهود الاوكران ومن روسيا برضه الى اسرائيل بهذا الوضع وبهذا التسلسل، فبالتالي سيتم بناء مستوطنات اكثر، سيصبح الوضع مشابه للوضع في جنوب افريقيا، ان اقليه بيضاء كانت تحكم الاغلبيه السوداء، هيبقى الوضع ان في اقليه اسرائيليه بتحكم اكثر اغلبيه فلسطينيه، لان الفلسطينيين الموجودين في الضفه 2.5 مليون، طب هل اسرائيل تقدر بال 200,000 اللي موجودين دول تغير الخريطه، تغير العدد النسمه؟ لا، هو لغايه دلوقتي 700,000، ممكن يوصلوا 900,000 او مليون مثلا، برضه ما زال عدد الفلسطينيين اكثر بكثير، لكن اللي بيحكم واللي بيسود هو برضه القوات الاسرائيليه والمستوطنين ما زالوا سيطرون على الضفه الغربيه ورفضون اي رفض او اي حل لحل الدولتين، وحتى المجتمع الدولي في دول كتير بتعترف بالقدس عاصمه لاسرائيل ثم تيجي عند اعترافها بفلسطين كدوله ما تعترفش، يعني احنا تقريبا بس احنا اللي بنعترف فيها. طب اسمح لنا بينضم الينا عبر الهاتف دكتور عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي المتخصص في الشان الفلسطيني، برحب بحضرتك دكتور عبد المهدي. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك. دكتور عبد المهدي، يعني كيف تنظر الى تصريحات السفير الامريكي لدى اسرائيل برفض الولايات المتحده لبناء المستوطنات، رغم ان الولايات المتحده لا تتخذ اي اجراءات تحول دون بناء هذه المستوطنات او المزيد من التمكين للمستوطنين في الاراضي الفلسطينيه؟ يعني ما زالت الولايات المتحده كما العديد من الدول الغربيه تتعامل بمكيالين فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه واسرائيل، لكن نعود إلى حكومة نتنياهو التي تشكلت في خلال الأسبوع الماضي، خلال الأيام الماضية، والتصريح الأمريكي بعد تشكل هذه الحكومة الذي قال سنحكم على هذه الحكومة من خلال أفعالها. من المفترض أنه خلال الأسبوع القادم هناك حدثين مهمين، الحدث الأول يوم الثاني عشر سيكون هناك طرح مستوطنات جديدة وخطط للبناء، كما سيكون هناك زيارة لمستشار الأمن القومي الأمريكي، بالتالي تصريح إسرائيل في إطار تأكيد هذه الحكومة على البناء للمستوطنات يتناقض مع ما أعلنت عنه الحكومة الأمريكية، كل ذلك سيكون تمهيدا للصدور وزير الخارجية الأمريكي في خلال هذا الشهر تحضيرا لزياره نتنياهو لواشنطن.
تترابط الولايات المتحدة لا تريد في هذا الوقت أي أزمات في المنطقة، لأنه هي منشغلة فيما يحدث في روسيا وأوكرانيا، وتريد مزيدا من الاستقرار حتى تضمن ألا تدخل في خلافات رئيسية مع حلفائها. لكن هذه الحكومة في الحقيقة هي حكومة تعلن عن نفسها بدون مواربة، هي حكومة تأتي لقضم الأرض وتقليل السكان والاستيلاء على الضفة الغربية، وآخر قراراتها الأسبوع الماضي ومنع البناء الفلسطيني في مناطق سيت وهي تشكل حوالي 60% من أراضي الضفة. نحن أمام تحول حقيقي في أدوات وآليات وسرعة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. إذا لم يكن هناك تحول فعلي من الكلام إلى الأفعال، من مجرد الضغط الإعلامي إلى الضغط الفعلي على الأرض لمنع إسرائيل من هذا الفعل، إذا لم تقم الولايات المتحدة بهذا الدور، أعتقد أن كل هذه التصريحات تبقى ذرا للرماد في العيون ولمغازلة عبر الإعلام دون وقع على الأرض، وقع فعلي على الأرض. نعم، طب اسمح لي جملة قالها السفير الأمريكي لدى إسرائيل، أن واشنطن تريد الحفاظ على الوضع القائم في القدس. الوضع القائم في القدس بوجود المستوطنات، أم الوضع القائم بالقدس هو يضر بمصلحة الفلسطينيين الآن؟ ماذا يريد أن يقول؟ يريد إثبات الأمر الواقع في مدينة القدس؟ هو يتحدث عن البلدة القديمة، على وضع الستاتيك كو اللي هو الوضع القائم الذي لا يتغير من حيث الشعائر الدينية والترتيبات الخاصة بمدينة القدس، القدس القديمة، بالرغم أنه على مدار السنوات السابقة كان هناك حركة تهويدية كبيرة للضغط على السكان الفلسطينيين الموجودين بالقدس الشرقية من أجل تغيير الوضع والميزان الديموغرافي. التوسع الذي حدث في حدود مدينة القدس كان الهدف الرئيسي منه هو أن يصبح الفلسطينيين أقلية في الحدود الجديدة، لأنه حدود مدينة القدس القديمة ما زال الفلسطينيين فيها يشكلون الغالبية. نعم، أشكرك دكتور عبد المهدي مطوع المحلل السياسي والمتخصص في الشأن الفلسطيني على هذه المداخلة. أستاذ وليد، يعني إلى أي مدى تتفق مع كلامنا؟ أنا متفق مع كلام دكتور عبد المهدي، حتى وقال مصطلح مهم جدا، يعني إن ما حدث هو ذرا للرماد في العيون، كما أنه أكد على أن الولايات المتحدة لا تريد مشاكل في المنطقة. الولايات المتحدة تريد أن تضمن إمدادات الطاقة للدول الأوروبية، تضمن إمدادات الطاقة الخارجة من المنطقة، فمش عايزة تزعل أي دولة في المنطقة. وبالتالي الموضوع زي ما أنت شايفة، يعني هم بيقولوا لكن بيسيبوا إسرائيل تعمل اللي هي عايزاه. هم بيقولوا أن الولايات المتحدة أكدت أكثر من مرة وأبلغت إسرائيل أكثر من مرة بأنها ترفض بناء المستوطنات، لكن على أرض الواقع هذه الحكومة الموجودة الآن والحكومة السابقة لها، حكومة بنت وحكومة نتنياهو الآن، هي حكومات متطرفة تماما بعد ما كانت الحكومات فيها حمائم وصخور. يعني صحيح كانوا بيضحكوا علينا، بس يعني إيه، كل طائفة فيهم تحاول توصل لك طائفة ضد العرب، طائفة تحاول أن تصل للسلام مع العرب، إلا أن الحكومات الآن تتبارز فيما بينها من فيها أكثر تطرفا. الحكومة ضربت قطاع غزة في مايو الماضي، الحكومة الحالية نتنياهو أكد وبقوة على أنه البناء المستوطنات أولوية ويتم التوسع في المستوطنات، بل أنه يتم أخذ الأرض عنوة من الفلسطينيين بحجج غريبة جدا. هناك أراضي حوالي 29 ألف دولة تقريبا خدوها من الفلسطينيين بحجة أنها كانت ملك لليهود قبل قيام دولة إسرائيل. ده كلام مش منطقي يعني. فبالتالي يعني هذه التصريحات مجرد تصريحات كده لشغل الرأي العام العالمي والرأي العام العربي والإسلامي، لكن على أرض الواقع هو اللي يهمنا هو الوضع في فلسطين. الوضع في فلسطين أن اقتحام برجافيل المسجد الأقصى لم يلاقي معارضة قوية لهذا الاقتحام، مجرد تصريح إدانة واستنكار من الرئاسة الفلسطينية. الشارع الفلسطيني الذي ممكن تقولي أن الشارع الفلسطيني ممكن بيتحرك من تلقاء نفسه، يعني لما خرج الشارع الفلسطيني في انتفاضة يوم شارون ما كانش حد قال يخرج، هو الناس خرجت عن بكرة أبيها إلى الشوارع واستمرت لخمس سنوات متواصلة. لكن ما يحدث أن
ما يحدث في المجتمع الدولي، ما يحدث في العالم ككل يؤثر على الأوضاع حتى داخل فلسطين. هناك حالة من القلق والتوتر من الأوضاع العالمية، هذا القلق انعكس على الفلسطينيين أنفسهم، المشاكل التي يعانون منها زادت، المشاكل الاقتصادية زادت، الدعم الذي يأتي لهم قل عن ذي قبل. فالأوضاع في الأراضي الفلسطينية أوضاع غريبة، كما أن اقتحامات بحات المسجد الأقصى كانت الأول متباعدة، نرى أنها أصبحت متقاربة جدا، أكثر قربا. وزير الأمن القومي هذا بن غفير هذا المختل لما دخل المسجد الأقصى قال ده أنا هدخل تاني وبستعد للدخول مرة أخرى، إصرار غير عادي من هذه الحكومة والحكومة السابقة لها على التبارز فيما بينهم في من يكون فيهم أكثر تطرفا وأكثر تشددا، حتى في صراعاتهم مع غزة مع حركة الجهاد الإسلامي ومع حركة حماس هم اللي بدأوا بالهجوم. يعني أنا كنت متابع تطورات هناك، الحكومة الإسرائيلية السابقة هي من بدأ بالهجوم وهددت بأنها ستقوم بذلك مرة أخرى. إذن الأوضاع في المنطقة مختلفة، رغم أن الحكومة الإسرائيلية عندها شيء من المخاوف أنها تصطدم مثلا، أنها تعلن وقوفها بجوار أوكرانيا بشكل واضح حتى لا تخسر روسيا بسبب الملف الأمني المتفاهمين عليه الموجود في سوريا، أو بسبب خوفها من الصدام بينها بفتح جبهة مع حزب الله الذي تدعمه إيران. فبالتالي يعني هو في حالة من الالتباس موجودة في المنطقة، المظلوم فيها والمضطهد فيها هم الفلسطينيين وهي فلسطين، وكل هذا يحدث ضد مصلحة القضية وضد مصلحة السلام. إذا كانت الولايات المتحدة تتحدث عن حل الدولتين ووجوب قيام سلام بين فلسطين وإسرائيل، إلا أن على أرض الواقع زي ما بنشوف المستوطنات بتزيد، لا يوجد أي محاولة للسلام، بل أن أنت عشان نتخش في مفاوضات دلوقتي بهذه الخريطة المهلهلة في الضفة الغربية والمخترقة من كل جوانبها في المستوطنات التي تزيد، بقول لحضرتك عام 2022 كان العام الأسوأ للفلسطينيين فيما حدث لهم من بناء مستوطنات وطرد الناس من الشيخ جراح ومن الأحياء الفلسطينية في القدس ومحاولة تغيير ديموغرافية القدس. هل تريد الولايات المتحدة تثبيت الوضع القائم على ما هو عليه، خاصة وإن تصريح السفير الأمريكي بأن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس؟ أنا مش شايف أي خير في تصريح الولايات المتحدة والوضع القائم في القدس اللي هم عايزينه. الولايات المتحدة أعلنت أن القدس عاصمة لإسرائيل. نعم. هو عشان نتكلم، ولكن بس في ظل وجود المستوطنات، سيبيني أقول لك بس حاجة منطقية. الولايات المتحدة أعلنتها صراحة أن القدس عاصمة لإسرائيل، فلما حد يتكلم ابني لي على الكلام ده، ما نبنيش على أفكار أو على ما في فرق بين المطلوب يحصل والمفروض يحصل واللي موجود على أرض الواقع. اللي على أرض الواقع أنهم اعترفوا بالقدس عاصمة لإسرائيل، فبالتالي الوضع القائم هو القدس عاصمة لإسرائيل، هو ده اللي بيتكلموا فيه. ليه إحنا بقى بنحاول نفسر الكلام بأنهم بيتكلموا على المستوطنات؟ طب المستوطنات اللي موجودة في القدس الشرقية عدد يعني نسبة وتناسب، هتلاقي ان العدد اللي موجود فيها وفقا للنسبة والتناسب في عموم الضفة الغربية لا هو اكبر كثافة سكنية، لان في عموم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية احنا بنتكلم على 726,000 مستوطن. القدس لوحدها الشرقية هذه البلدة الصغيرة اكتر من 200,000 مستوطن موجودين، فبالتالي اذا كانوا بيتحدثوا على تثبيت الوضع القائم، هو ده الوضع القائم. نعم. هم اعلنوها عاصمة وان المستوطنات بتزيد وستزيد، كما ان برضو يعني خلينا نتكلم بالمنطق، هي الوقت إسرائيل زي ما جابت مليون، زي ما قلت حضرتك جابت مليون يهودي روسي في سقوط الاتحاد السوفيتي من 30 سنة، الوقت بتحاول تجيب 200,000 يهودي أوكراني، وأول ما بينزل من الطيارة بيستلم الهوية الإسرائيلية وبيتعمل له سكن مؤقت وبعدها بيستلم سكن كامل ووظيفة، وهتقعد الناس دي فين؟ هي هتقعدهم في المستوطنات. فبالتالي هو المخطط اللي يعني موجود، يعني الخريطة الإسرائيلية أستاذ وليد ما فيهاش مكان، فيهاش مكان ثابت، فيش مكان ثابت. هي الخريطة الإسرائيلية، خريطة المستوطنات خريطة متجددة ومتغيرة. لا، هم بعيداً عن المستوطنات، أنا أتحدث عن الأراضي الإسرائيلية ليست الأراضي الفلسطينية المحتلة، الضفة الغربية والغزة. نعم. الغزة ملهمش دعوة بيها. نعم. لماذا الإصرار على توطين القادمين من الخارج في أماكن فلسطينية في الأساس؟ من أجل تغيير الخريطة الديموغرافية للمنطقة، ومن أجل تغيير الأوضاع. هم عايزين العدد يزيد في الضفة عشان لما نيجي في يوم، هم عارفين ان هيجي في يوم لازم يتعمل مفاوضات بعد اي حرب في الدنيا، بالحازي الحرب بتنتهي بايه؟ بتنتهي بمفاوضات. فالحرب الروسيه الاوكرانيه نتيجتها ستغير خريطه العالم كله، المنتصر فيها روسيا ما بتحاربش. يعني انا شفت رئيس تصريح لرئيس وزراء المجر، قال تصريح جميل جدا ما حدش اهتم بيه، قال لك ان لازم المفاوضات تحصل بين روسيا والولايات المتحده مش بين روسيا واوكرانيا، عشان الحرب اصلا بين روسيا والولايات المتحده. فاسرائيل مثلها مثل اغلب المجتمع الدولي، بس لانها دوله مغتصبه فوضعها مختلف شويه، منتظره نتيجه هذه الحرب، لان على اساس هذه النتيجه
خريطة العالم كله سوف تتغير. الولايات المتحدة نظام القطب الأوحد الذي تستولي عليه الولايات المتحدة وتفرض آرائها هذا النظام لابد أن يتغير، بل إنه في طريقه إلى التغيير. العالم كله بيتجه شرقا إلى الصين والهند وروسيا، ومنتظرين بقى نتيجة الحرب، حتى دول كبرى منتظرة نتيجة الحرب. فإسرائيل بتحاول إنها تغير الخريطة، توزع سكانها ومستوطنيها داخل الضفة الغربية، عشان لما تيجي تقعد في مفاوضات تقول يا أخوانا نتكلم على الوضع ده. يعني مثلا إسرائيل لما كانت موجودة ومحتلة سيناء بعد حرب 67 وخرجت منها بعد معاهدة كامب ديفيد، كان في مش عارف 18 أو 14 مستوطنة حلوها نهائيا سنة 82. طب كانوا 14 أو 18، أنا مش فاكر الرقم تحديدا، كان عدد مستوطنات بسيط. لكن لما تيجي تبصي على الوضع في الضفة الغربية، هتحل كل المستوطنات دي اللي وصلت 187 تقريبا، وفي منها 10 بس اتعملوا في 22، وفي موافقات. يعني الفلسطينيين لما بيحاولوا ياخدوا موافقة على بناء مساكن لهم من حقهم لا يحصلون عليها. لكن اللي بيقدم على الترخيص هو مش محتاج يقدم أساسا من المستوطنين، هم بيدوله لوحدهم. فهو طبعا اذا كانت الولايات المتحده بتكيل بمكيالين، الولايات المتحده بتحاول انها يعني تلطف الامور دلوقتي لانها تحتاج الى الصدام. لكن اسرائيل واضحه جدا، حكومه متطرفه يحكمها حزب الليكود، يعني او على راسها حزب الليكود بنيامين نتنياهو ومجموعه من الاحزاب اليمينيه المتطرفه شديده التطرف، وما بنسمعش اي اصوات بتتكلم على السلام غير تقريبا حركه السلام الان الضعيفه اللي هي موجوده في اسرائيل. لكن اغلب المجتمع يزداد تطرفا كل يوم عن ذي قبل، ومنتظرين الاوضاع العالميه اللي هم نفسهم قلقانين من نتائجها. يعني نعم. طب استاذ وليد، يعني بالنظر الى الموقف الامريكي من موضوع المستوطنات، حضرتك قلت من 78 الرئيس جيمي كارتر كان ينظر الى المستوطنات على انها غير قانونيه، جاء رونالد ريغان في 81 وقال انها غير شرعيه ولكنها ليست غير قانونيه. صح. استمر الوضع على هذا الحال بين شد وجزم، اوباما رفض، دونالد ترامب وافق الوقت. حتى جاء أوباما بقرار في 2016 وهو عدم التصويت بالفيتو في مجلس الأمن الدولي في 2016. نعم. عملوا امتنعوا بس عن التصويت. نعم. طبعا دي يعني خلي بالك أن أوباما جه بعد جورج بوش الابن، يعني كانت عربية ماشية على 200 كيلو فجأة انت هديتي سرعتها على 65 70 80. فأوباما كان جاي يهدي الجو شوية بعد جورج بوش الابن ما غزا العراق، وفي مليون طفل عراقي ماتوا ودمر العراق كاملة. فبالتالي أوباما في الفترة اللي تولى فيها الحكم كان بيسعى للتهدئة مع المنطقة العربية، وتتذكري زيارته إلى مصر ومزار جامعة القاهرة، وراح زار الرئيس مبارك في 2009. يعني أنت فاكرة يعني ما تطلعيش القرار بتاع الولايات المتحدة أو ما حدث من الولايات المتحدة تفصليه عن السياق العام. لكن دونالد ترامب أقر بناء المستوطنات. نعم. طب نيجي جو بايدن، جو بايدن برضو هو قال لك أنا صهيوني أكتر من الصهيونيين نفسهم، لكن الحرب الروسية الأوكرانية اللي كانت الولايات المتحدة عارفة موعدها وحددت يومها كمان، وكانت إسرائيل كمان عارفة موعدها وتحدثوا في أكتر. أنا قريت كذا تقرير خارج من إسرائيل كانوا بيتحدثوا على إن الحرب هتقوم في الوقت الفلاني، لكن هو ما حدش توقع استمرار أمد هذه الحرب، ولا حتى روسيا. يعني روسيا نفسها كانت متوقعة أنها أسبوعين. نعم. أوكرانيا ما توقعتش اللي بيحصل، ما حدش كان متوقع اللي بيحصل ده. فبالتالي الرئيس الأمريكي جو بايدن أما القرارات دي تطلع في فترة حكمه، سواء من السفير الأمريكي أو هذه التصريحات أو أي حاجة بتحصل، هي محاولات للتهدئة أشبه بمحاولات التهدئة أيام أوباما. لكن خلينا نتفق على حاجة، جيمي كارتر رفض المستوطنات، طيب ريغان وافق عليها، طيب اوباما رفضها، طب بوش خلينا لكن ايه اللي على ارض الواقع بتبنى المستوطنات. هاتي خريطه وامشي بيها من 67 وهكذا، امشي بيها بالتدريج واتفرجي، موجوده ومتاحه للناس كلها. يعني هتلاقي ان بقعه المستوطنات بتزيد، وبتزيد بطريقه لازم اقول لك عليها. احنا لو جبنا ورقه بيضاء قدامنا كده اهو، وهتلاقي المستوطنات مش معموله في الحته دي بس ولا في الحته دي بس، لا ده بتتبني بطريقه معينه في عموم الضفه الغربيه، مش واخدين حته وسايبين الثانيه. لدرجة ان مثلا في عائلات فلسطينية قاعدة مثلا على جبل الخليل بقالها سنوات، عددهم مثلا 3000 واحد، وورثين ده عن ابائهم واجدادهم، يطلعوهم ويسكنوا مستوطنين. اصرارهم على بناء المستوطنات في عموم الضفة الغربية، واصرارهم على الاستمرار فيها رغم كل هذه التصريحات. فليه انت حضرتك
او المحللين اللي هم بيطلعوا في الحره دول عايزين يقنعونا بان ده قرار عظيم جدا وان ده تصريح عظيم جدا لقناه 12 الاسرائيليه اللي قاله السفير الامريكي. طب هل السفير الامريكي قال كده وهم في المقابل وقفوا بناء المستوطنات وهم بيبنوها برضه؟ طب ده مصرين على بنائها حتى في ظل الادارات الامريكيه السابقه التي اعلنت عن انها غير قانونيه، كانت بتسمح ايضا كان بتسمح بالبناء. انا بقول لحضرتك اهو خريطه موجوده على جوجل معموله بالسنوات متاحه للناس كلها، هتلاقي ان المستوطنات انسي بس، هاتي اي واحد عادي ينسى بس موضوع ان مؤيد ومعارض في الولايات المتحده وينسى ان ده وافق وده عارض، اي واحد فيهم من عند جيمي كارتر فما قبله فما بعده في النص في الاخر هتلاقي المستوطنات بتبنى. كل هذه التصريحات للاستهلاك المحلي ومحاولات ايه تهدئه الفلسطينيين وتهدئه الدول العربيه والاسلاميه. اذا كانت هذه التصريحات دلوقتي بتخرج فلان المنطقه العربيه ككل هذه المنطقة أصبحت مهمة جدا، هي مهمة طول عمرها يعني، بس في الوقت الحالي ده المنطقة العربية مهمة جدا خوفا من إمدادات الطاقة. أنت عارفة أن أوروبا والاتحاد الأوروبي بيعاني يعني قرارات الاتحاد الأوروبي. طب ما هو الاتحاد أقوى. أنا لسه أقول لك قرارات الاتحاد الأوروبي لو شفتيها أكثر قوة وممكن تكون أكثر دعما للفلسطينيين من قرارات الولايات المتحدة، وهي ترفض تماما بناء المستوطنة لأن الاتحاد الأوروبي بيدعم الفلسطينيين، الاتحاد الأوروبي بيدعم اللاجئين رغم مشاكل وعلاقتهم القوية بإسرائيل. إسرائيل هم بيعتبروها يعني في القطعة من أوروبا، الفريق كرة القدم الإسرائيلي بيلعب في الدوري الأوروبي ما بيلعبش في الدوري الآسيوي ولا الأفريقي. فبالتالي الاتحاد الأوروبي رغم تعاطفه الشديد مع إسرائيل وأي حد بيقول ما فيش هولوكوست بيبهدلوه هناك، إلا أن الاتحاد الأوروبي أكثر دعما وإنصافا للقضية الفلسطينية وللفلسطينيين على أرض الواقع في المخيمات واللاجئين وخلافه من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة مثلا دونالد ترامب لغى دعم الأونروا، هل جي بايدن ورجعه؟ إطلاقا. يعني الولايات المتحدة تكيل بمكيالين ولن تتغير سياستها، هي أقصى حاجة بتعملها شوية تصريحات للاستهلاك المحلي. يمكن أقوى حاجة في التاريخ الحديث أساسا هو القرار بتاع 2016 اللي هم امتنعوا عنه، حتى قرار التصويت الولايات المتحدة 42 فيتو أو يزيد كمان، حتى قرار التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي الولايات المتحدة عارضت هذا القرار وإسرائيل و24 دولة يعني فيهم مؤيدين برضو لسه. نعم لكن اسمح لي، عدد من أيدوا القرار يوم الجمعة الماضي كان 87 دولة و53 دولة امتنعوا عن التصويت. دلالة الأرقام دي حضرتك شايفها؟ دلالة الأرقام أن المجتمع الدولي فعلا بدأ يرى أن الولايات المتحدة خفت قبضتها أو ضعفت قبضتها على العالم. النظام العالمي يتجه لأنه يتغير، نظام القطب الواحد يعني الى زوال، احنا متجهين الى عالم متعدد الاقطاب. فالدول اللي كانت بتخشى الولايات المتحده بدات ايه يعني خلاص ما عادوش خايفين، مش قلقانين من حاجه. الولايات المتحده كمان لا تنصف اي حاكم ولا تنصف اي دوله، هي تسعى لمصالحها وليذهب الجميع الى الجحيم. فبالتالي ارى ان المجتمع الدولي ككل سواء من ايد القرار او من امتنع عن التصويت هي دول خرجت من عباءه الولايات المتحده. نعم. طب نتنياهو وحكومته وبعض أعضاء من الحكومة أعلنوا في ردود استفزازية على مثل هذا التصريح الأمريكي وغيره من التصريحات إن هم ماضين في بناء المستوطنات، بل أنهم سيعززوا من المستوطنات بأنها يعني بيتم توفير ليها ميزانيات للتنمية وأيضا منح تراخيص للمستوطنات التي لم تحصل على تراخيص. ما أنا قلت لسعادتك هم الوقت عندهم حاجة مختلفة تماما أشبه بما حدث منذ 30 عاما عند انهيار الاتحاد السوفيتي، استخدموا مليون يهودي روسي. هم الوقت بيسعوا لاستخدام 200 ألف يهودي أوكراني ويهود من روسيا أيضا، لأن روسيا قفلت مكاتب الوكالة اليهودية. بالمناسبة معرفش ليه كل يقف في الحكاية دي، الوكالة اليهودية اللي موجودة في روسيا اللي بوتين قفلها هي اللي بتمشي المافيا الروسية، هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن المافيا الروسية. فما فعله بوتين هي ضربة قاصمة لإسرائيل. فإسرائيل المئتين ألف يهودي اللي هيقعدوهم فين؟ طب أقول لحضرتك كانوا عاملين مخطط لأنهم يستقدموا، وزير المستوطنات كان بيتكلم في الأول على أن 5000 يهودي أوكراني ويجوا في رحلات أسبوعية إلى إسرائيل. طيب دلوقتي بيقول لا مش كل أسبوع، ده كل 3 أيام يبقوا 5000. هم بيسعوا لاستقدام أكبر عدد ممكن وبيخلصوا كل إجراءاتهم وبيدوهم الجنسية الإسرائيلية فورا نزولهم إلى إسرائيل. طب هم هيبنوا المستوطنات دي فين؟ هم مش عايزين يبنوها جوه إسرائيل، هم عايزين يبنوها في الضفة الغربية، عايزين يغيروا الديموغرافية لأنهم عندهم مشكلة إن الضفة الغربية فيها 2.5 مليون فلسطيني. غزه هم رميين طوبتها زي ما بيقولوا، يعني هم غزه هم يعني كان افتكر تصريح ل ل ل
لرئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق كان بيتكلم على ان هو عايز شيمون بريز كان بيتحدث وقت ما كان وزير خارجيه الاسرائيلي، كان بيتحدث على ان هو عايز غزه دي تغرق في البحر، لان هو ان غزه كتله سكانيه موجوده في مسافه صغيره صعب جدا التعامل معاها، كما انها مثيره للقلق ومثيره لكل فتره لمشاكل مع اسرائيل، فهم مش عايزين، فمش مستعدين يبنوا فيها مستوطنات ولا يعملوا حاجه. هم ايه مشكلتهم في ال 5000 كيلو تقريبا اللي هم موجودين في الضفه الغربيه؟ عايزين ان هم يبنوا اكبر قدر من المستوطنات، لان هم ممكن يجيبوا الناس دي في ال 20,000 كيلو بتوعهم اللي هم قاعدين فيهم او اكتر من 20,000، وعندهم صحراء موجوده في النقب و و و، لكن هم مهتمين اكتر بتوزيع المستوطنات في عموم الضفه الغربيه عشان يغيروا الخريطه، عشان يغيروا الديموغرافيه، وشايفين ان قدامهم كتير، لان في 2.5 مليون فلسطيني، والفلسطينيين ينجبون طفل واثنين وثلاثه واربعه، فهم هم الاسرائيليين في المقابل كل اسره لو انجبت بتنجب طفل واحد ولا طفلين، مفيش حتى طفلين، فبالتالي هم عايزين يستخدموا اليهود اللي في العالم كلهم بموجب القانون اللي عندهم اللي هو من حقهم استخدام كل اليهود الموجودين في العالم. فهو اي قرار امريكي، اي تصريح امريكي هو تصريح غير ملزم، هو قرار لزر الرماد في العنكب زي ما قال الدكتور عبد المهدي، الهدف منه بس يعني ايه؟ يعني استقطاع، يعني مش عايزين يصطدموا بالدول العربيه والاسلاميه، مش عايزين يعملوا اي مشكله في امدادات الطاقه، عايزين يقللوا بؤرات التوتر والمشاكل الموجوده في العالم وخاصه في منطقه الشرق الاوسط، لان عندهم المشكله الكبرى اللي هي موجوده روسيا اوكرانيا، عايزين يوصلوا لحل ليها. لكن هل الولايات المتحده لو في الظروف الطبيعيه بتاعتها كانت هتطلع حتى التصريح اللي هو مش هيقدم اي حاجه؟ يعني التصريح ده اتعمل وقبل منه نتنياهو هو وحكومته اكدوا على المستوطنات ليها ميزانيه وانها من اهم اولوياته، وبعد التصريح قالوا نفس الكلام، خلاص احنا سمعنا ومش هننفذ. يعني هو الولايات المتحده لم تلزم اسرائيل باي شيء، مجرد تصريح زي ما طب حديث الولايات المتحده عن تمسكها بحل الدولتين، على اي اساس بيتم التمسك بحل الدولتين في ظل تقويض هذا الحل ببناء المستوطنات؟ ما انا بقول لحضرتك، ما هو يعني التصريح هذا الكلام يناقض الواقع، هي سياسه الازدواجيه المعايير اللي بتقولها الولايات المتحده او الكيل بمكيالين، انا بتكلم عن حل الدولتين وفي نفس الوقت باسمح بان اسرائيل تبني هذه المستوطنات. الولايات المتحده لو مش عايزه اسرائيل تبني مستوطنات مش هتخليها تبني مستوطنات، لكن الامر الواقع ان هذه المستوطنات بتبنى وتتوسع ويتم اتخاذ يعني المستوطنه بتتعمل في حيز معين، ثم يتم اخذ كل الحيز المحيط لدواعي امنيه، ثم يتم شق طرق ومواصلات في قصد في وسط اراضي الضفه الغربيه، وكل ده تابع للمستوطنات، كل هذا بيؤخذ من جسد الضفه الغربيه، بل ان هو ما بيبنوش في اماكن فاضيه، ده بيروحوا يطلعوا الفلسطينيين من اماكنهم ثم يبنوا فيها، وبيطلعوا الفلسطينيين من احياء داخل القدس الشرقيه ويبنوا فيها، وياخدوا اجود الاراضي الفلسطينيه يخرجوا منها الفلسطينيين ويحولوها الى تجمعات كرويه اسرائيليه اللي هي المستوطنات، يعني وتتوسع هذه المستوطنات، كما ان المستوطنات هم كمان سيبك من هم بيبنوها وبيدعموها، ده هم بيخلوا المستوطنين بيقللوا عليهم الضرائب وبيديهم دعم وبيديهم سكن جاهز وبيعملوا لهم مشاريع، يعني هو اللي يروح المستوطنات كانه طلع بعثه عندهم يعني. أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء الأستاذ وليد الرمال الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك. أشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة، غدا بإذن الله قراءة جديدة في مشهد جديد مع فريق عمل جديد، إلى اللقاء.